كلنا سمعنا بلي انه ما بين اشهر قصص الحب في التاريخ هي القصص ديال عنتر وعبلة، قيس وليلى، روميو وجولييت الى ما غير ذلك. ولكن كاينه واحد قصه حب اجمل من هادو كاملين، واللي طلبتوها ليا بزاف من اخر حلقه اللي درت لكم على سيدتنا خديجه رضي الله عنها وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصه اللي يمكن الاغلبيه ديالنا ما عارفش عليها شي حاجه كثيره، الا وهي قصة حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة أخرى مع سيدتنا عائشة رضي الله عنها. القصة اللي تحقق فيها قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اش منك يا حب ويا أدب ويا احترام ويا عشق، وفي ما كانت شي كلمة زوينة كتوزن شي حاجة كبيرة كاينة في هذه القصة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لك. يا احبائي، لو كان تعرفوا شحال عزازين عليا وشحال كنحبكم في مولانا، فقط تعليقكم اللي كيعجز فعلا لساني باش انه يلقى لكم شي كلمات اللي تليق بالمقام ديالكم. تخيلوا معايا شحال كنفرح فاش كنفكر مع راسي شحال من دار استقبلتني من خلال الشاشه ديالها، وشحال من قلب دعا معايا، وشحال من اخت قالت لي كنحبك. فوالله العظيم الى بالنسبه ليا هذه نعمه عظيمه الحمد لله عليها، فهذا فضل كبير من عند مولانا، والله يجعلني احسن مما تظنون. المهم شوفوا قصه اليوم، تيقوني اذا قلت لكم فشبحت راه ما شاء الله. تقريبا كاع هادشي اللي غادي نشارككم ما كنتش عارفه فيه والو، وليكن في علمكم باللي هادشي اللي جبت لكم راه غير نقطه، فقط نقطة من بحر ديال بزاف ديال الأحداث، غير فقط باش نحاول أنني نقربكم ونذكركم بشكون هي أم المؤمنين. لنبدأ، نبدأ من الأول، غادي نعرفكم بشكون هي سيدتنا عائشة رضي الله عنها. تولدت سيدتنا عائشة رضي الله عنها في أول سنة الرابعة من البعثة النبوية، وكان معروف عليها بلي أنها من النساء السابقات للدخول الإسلام. تجملت عائشة بالأدب والأخلاق، حيث أنها نشأت في بيت الفضائل والمكارم، فهي أصغر من السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بثماني سنوات. الأب ديالها مسلم، وكانت دائما ما تفخر بلي أنها ولدت طيبة. كانت دائما كتقول: لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين. هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرفش واش كنتوا عارفين هذه المعلومة، أنا عاد عرفتها. الأم ديالها أم رومان بنت عامر. سيدتنا عائشة تعرفات باسم عائشة، واللي هو مأخوذ من العيش، والحبيب كانت تعيط لها بعض المرات يا عائش. ففي البخاري عن عائشة قالت: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فبزاف ديال المرات الحبيب كانت تعيط لها يا بنت الصديق يا بنت أبي بكر. دابا غادي ندخلوا المرحلة نتاع كيفاش تلقات بالحبيب حتى تزوجوا. تخيلوا هذه المعلومة اللي جبت لكم دابا أول مرة غادي نعرفها، أنه أول مراحل هذه الخطبة المباركة كانت وحيا من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، زعما قطعة من الحرير، ويقول: هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضيه، زعما ينفذه ويتمه. فكيف تنعرفوا بلي أنه رؤيا الأنبياء حق ووحي، ومولانا ورى النبي عليه الصلاة والسلام ما يثبت الفؤاد ديالو ويقرع عينه، فوراه بعض الأمور المستقبلية اللي غادي توقع معاه، ومن بينها أنه بشروا بالزواج من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، كيف ما بين الحديث السابق. فمن بعد وفاة سيدتنا خديجة رضي الله عنها الزوجة النبوية الأولى، غادي يجلس الحبيب سنتين أو قريبا من ذلك. من بعدها غادي يتزوج بسيدتنا عائشة وهي عندها 6 سنوات. كتقول عائشة رضي الله عنها: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبة. قال: فمن البكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك. قال:
فذهبي فذكريهما علي. إيوا مشات ودخلات بيت أبي بكر وهي تلقى أم رومان وقالت لها ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة. جاوبتها أم رومان وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت ودت انتظري أبا بكر. فجاء أبو بكر فذكرت له فقال واش هي غادي تصلح وهي بنت أخيه؟ فرجعت وقالت هذا الشيء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول لها قولي ليه أنت أخي في الإسلام وابنتك تحل لي. فجاء فأنكحه وهي يومئذ بنت 6 سنوات. ولكن قد دخل بها رسول عليه الصلاة والسلام عند وصولها لسن 9 في المدينة. وقد حدث هذا الأمر لأن الزواج ديالهم كان أمرا من الله سبحانه وتعالى. في 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة غادي توقع معركة بدر، غيعز فيها مولانا النبي ديالو سيدنا محمد وغادي يتمكن من رؤوس المشركين في قريش، غادي يقتل اللي قتل وأسر من أسر. وكان يوم بدر من أيام الإسلام الكبرى وهو يفرح الحبيب بهذا النصر وعمت الفرحة على جميع المسلمين. وكانت كاع الأيام اللي جات من بعد يوم بدر كلها فرح وسرور. وهنا فين غادي تلقى الحبيب الوقت المناسب باش أنه يتزوج بأحب زوجاته سيدة عائشة رضي الله عنها. وبهكذا شهد شهر شوال من هذه السنة زواج الحبيب وانتقال السيدة إلى بيت النبوة ومهبط الوحي. فكان هذا الانتقال من أعظم الأحداث في حياة السيدة عائشة وبسببه أحبت شهر شوال، كان لها فيه أغلى الذكريات وأعزها. وكيف تنعرفوا بأنه المهر هو حق شرعي في الإسلام للمرأة، لزموا مولانا على الزوج باش يقدموا للزوجة ديالو تعبيرا عن تقديره لها لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحبيب غادي يقدم للسيدة عائشة رضي الله عنها مهر اللي كان المقدار ديالو 500 درهم. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم كان صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. فقالت ليه أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق الرسول عليه الصلاة والسلام لأزواجه. الحبيب غادي يسكن السيدة عائشة في حجرة لاصقة من المسجد وهي وحدة من الحجرات اللي بناها صلى الله عليه وسلم للنفس ديالو لما بنى المسجد من بعد ما وصل للمدينة المنورة. هاد الحجرة تعرفت بمهبط الوحي، بكثرة الوحي اللي هبط على الحبيب فيها، كان الباب ديالها شارع للمسجد. سمعوا هاد الفقرة وشحال فيها ديال كمية الحب والعشق والود إلى ما آخره. فالحبيب لما كان كيعتكف في المسجد كان كيمد رأسه الشريف من ذاك الباب للسيدة عائشة باش تغسلوا ليه. قالت رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف فيخرج إلي رأسه من المسجد وهو عاكف فأغسله وأنا حائض. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها معروفة بدفاعها على المرأة، وشحال نزل ديال الوحي على الحبيب في حجرة السيدة بسبب الشكايات ديال النساء والقضايا ديالهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وإن طلقها 100 أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، حتى قال الرجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلي. قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أتنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا. فهذه المرأة مشات شكات هذا الأمر لعائشة رضي الله عنها وهي بدورها قالتها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها فاستقبل الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق. كانت السيدة رضي الله عنها تملك العديد من الفضائل. اسمعوا كانت أفضل نساء العالمين على الإطلاق في الشرف والفضل وعلو المقام. كانت زوجة الأفضل البشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت أم للمؤمنين جميعا وأكيد لازالت، ونزلها الله منزلة الأمومة للمؤمنين وجعلها أما لهم تحريم والاحترام. كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وحتى في الآخرة. الحبيبة السيدة عندها مكانة رفيعة
وخاصة في رواية الحديث، كانت رضي الله عنها سريعة الفهم والذكاء والبديهة. تخيلوا إنسانة تبارك الله تميزت بالشجاعة النادرة والجهاد ديالها، حيث أنها كانت ثابتة القلب، كتمشي للبقيع في جوف الليل بلا ما تخاف، كانت كتنزل للمعارك، وفي معركة أحد لما تسل الاضطراب ما بين المسلمين مشات كتعالج الجرحى وكتسقيهم بالماء. في غزوة الخندق نزلت من الحصن ديالها لوضع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء فيه، وتقدمت للصفوف الأمامية، بالإضافة إلى المجيء ديالها في معركة الجمل بالقوات والعساكر بطريقة جد مثالية، وكان ذلك مما كيدل وكيأكد على الشجاعة ديالها. فالحبيب منح مكان للمرأة ما بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، بمعنى السيدة المحببة إليه اللي هي عائشة رضي الله عنها. والحميراء هو تصغير عن كلمة حمراء، المعنى ديالها المرأة البيضاء المشربة بحمرة الوجه، وهذا كان تغزلا من طرفه وتعمد في إسعادها. فكانت عائشة رضي الله عنها هي اللي كتوضح لنا حالات الرومانسية اللي كانت كتعيشها مع الحبيب، حيث هي اللي كانت محببة إليه. تخيلوا كانت يشرب الماء شفتيه مكان شفتيها حتى يعبر لها عن مدى حبه عندها. كان الحبيب كيعبر للسيدة عائشة عن حبها في وقت الحيض ديالها، وهذا لمعنى باش أنه يخالف قاعدة اليهود اللي كيعتبروا بلي أنه المرأة في هذا الوقت كتكون نجسة متدنية لأن وقت الحيض ديالها حان وأن النجاسة كتلزمها. وما بين مداعبات النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة أنه كانت يأكل بقايا اللحم اللي كلت منه، السيدة عائشة أحبت الحبيب حبا جما، وهو بدوره عاشقها والوحيدة اللي تزوجها بكرا، وأصبح لها مكانة خاصة في قلبه. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا غضبت عائشة كيوضع يدو على الكتف ديالها وكيقول لها: اللهم اغفر لها ذنبها واذهب غيظ قلبها وأعذها من الفتن. وكانت يقول: لا تؤذوني في عائشة. وعن حبه لها قال: كان النبي يغازلها بلقب يا عائش وعويش، وكيدلعها بيا حميراء، والحميراء هو تصغير حمراء يراد بها البيضاء كيف قلنا في بداية الفيديو. فكان ما بينتهم وصلات الغزل الزوجي، كان كيقول لها: حبي لك كعقدة في حبل، وهي كتبدا كتضحك. ثم كلما مرت عليه سألته: كيف حال العقدة يا رسول الله؟ فيقول: كما هي. نزيدكم أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان كيوكلها، كان يضع اللقمة في فمها، وهذا وارد في الحديث: يؤجر أحدكم حتى باللقمة يضعها في فم زوجته. وكذلك من بين أجمل هاته القصة عند وفاته عليه الصلاة والسلام، كتقول عائشة رضي الله عنها: أن من نعم الله علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيد واحد السواك. كتقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها: وأنا مسندة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه، فرأيته ينظر إليه وعرفت بلي أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه نعم، فلينته فأمره. وكاين موقف واحد آخر، كان جرى كلام ما بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين عائشة حتى أدخل بينهما أبا بكر رضي الله عنه حكما واستشهد، فقال لها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: تكلمين أو أتكلم؟ فقالت: بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر حتى دمي فمها، ضربها الأب ديالها ببكر الصديق، وقال: يا عدوة نفسها، أو يقول غير الحق؟ فاستجارت برسول الله عليه الصلاة والسلام وقعدت خلف ظهره. فقال لي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا. يا لكمية الحب والرقي ومكارم الأخلاق، دخلت عليكم غير بالله وحتى أنا معكم، علاش ما نقتديوش بحياة رسولنا الكريم في كل شيء؟ شوفوا على عظمة. ألم يقول الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ولكن حنا رقتلنا غير نفيسة وهي اللي غادي تخرج علينا، وأنا أولكم، زعما النفس الأمارة بالسوء فيها غير نفخ. والله يفيقنا بعيوبنا وتحقق فينا إن شاء الله نظرة الحبيب، وتلاقينا بأمهات المؤمنين يا مولانا يا كريم.
اما عن حادثه الافك اللي عرفت بلي انه اغلبيتكم غادي يطلبوها ليا، الحادثه اللي افتروا فيها على السيده وظلموها وطيحوا عليها البطل، واذا مصرين باش انني نحكيها لكم قولوها لي لتحت في التعليق واكيد غادي نديرها لكم من بعد غدا ان شاء الله. وكنوعدكم غير باش ما يجيش الفيديو طويل كثر، دابا غنتكلموا على اخر فقره واللي هي الوفاه ديالها. اما عن وفاتها، فتوفيت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها جراء مرض الم بها. مرضات في شهر رمضان مبارك، ودخل عليها ابن عباس رضي الله عنه في المرض ديالها، في مرض احتضارها اللي عندها، وكان كيخفف عليها وكيصبرها وذكرها باللي انها من احب الزوجات الى قلب النبي عليه الصلاه والسلام، وباللي انها ستلاقيه وتطيب بلقائه، وذكرها بالآية الكريمة اللي نزلت في شأنها إلى قيام الساعة، وقالت له رضي الله عنها: دعني من تزكيتك لي يا ابن عباس، فوجدت أني كنت نسيا منسيا. أي أنها عاشت من بعد وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 50 عاما. من بعد وفاة ديالها حزن المسلمون على فقدها حزنا شديدا، وصلى عليها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وكانت قد أوصت في مرض احتضارها باللي تدفن في الليل، ودفنت رضي الله عنها في البقيع. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم. قبلوا على هذه المعلومات اللي كانوا بساط واللي قلال صراحة في حق سيدتنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فقط تحت إصراركم بغيت نكون نشيطة في القناة، فما قدرش باش أنني نزيد نتعطل أكثر، والوقت ما كافينيش باش أنني نزيدكم أكثر، من حيتاش فقط تصفحت بعض الكتب مساعدة الأخت هنا صديقة في الله لا غير، باش قدرنا أننا نخرج هذه البركة اللي على قد الحال. أحبائي، أحباب قلبي، محتاجة نقرأ الأحاسيس ديالكم بعد ما سمعتوا هذه النبذة القصيرة، واش كنتوا عارفين هذا الشيء كامل؟ ما تنسوش لتحت في التعليق، كانت سنة نقراكم واحد واحد، وأكيد عبروا لي على الحب ديالكم بلي لايك، فرقعوا لي داك زر الإعجاب. وعني شخصيا والله تغرمت بهذه القصة، وحاولت باش أنا نختصرها على قدر الإمكان، وبيني وبينكم والله حتى حاجة ما كنت عارفها في هذه القصة، من غير أن سيدتنا عائشة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صراحة شهتيشوها بحق ماشي مشكل، إحنا هنا باش نتعلمه، ومن تحت طلبكم قدرت نتعلم حوايج كتار وحيدت واحد الجهل. وعلى مقولة الإمام الشافعي غادي نقول لكم: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. سلام سلام.